كتير كتير مبسوط مع كاريتاس. جينا على المخيم هون تعرفنا على ناس جديدة، الكاريتاس عم بيساعدنا، وكمان إنه لعبنا عم بيسلينا وعم بنسينا المشاكل اللي كنا فيها بسوريا. فبتمنى إنه من يعني من الكاريتاس إنه يساعدنا كتير، وبتمنى إنه ما ينسانا يعني، لأنه نحنا جينا بحاجة هون. العنوان الأساسي تبع مخيمنا هيدي السنة هو معاً لبناء مستقبل آمن، لأن كل طفل بحاجة لأمان، وخاصة اللي جايين من سوريا اللي عم بيعانوا من حروب واضطهادات من كل الأنواع. بتمنى كمان الكاريتاس يجيبوا أولاد أكتر من سوريا ليرفعوا عنهم مثل ما هني كمان عملوا لنا، رفعوا عنا. منجرب قد ما فينا نعطي كل شيء عنا إياه للأولاد لحتى يحسوا بالفرح وبالأمان. نحن أجينا على كاريتاس عشان نتسلى ونلعب ونشيل الزعل. دايماً عم نحكي عن خبراتهم، عم بيرتاحوا بس يحكوا ويتشاركوا القصص اللي صارت معهم، وأكيد يوم عن يوم عم بيصيروا أكتر مبسوطين وأكتر مرتاحين. بتمنى للكاريتاس انه كل يوم يعيشوا بخير، لانه ما في غيره عم بيساعدونا. ان شاء الله عم نقدر نكون نقدم لهم للاولاد اهم نقط بالحياه تيقدروا يتخطوا الازمه اللي هن فيها. ما في غير كاريتاس عم تساعدنا.